ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده هنعمل كيك المخالس او اللانش بوكس كيك. تمام، طريقته سهله جدا معانا وبسيطه، يا رب تعجبكم. النهارده معايا 5 بيضات بدرجه حراره الغرفه، كوب لبن دافي، كوب ونص سكر، معلقه صغيره من الخل، فانيليا، بيكنج باودر، كوبايه من الزيت، كوبايه صغيره من النشا، كوبايتين دقيق وعليهم ذره ملح. تمام، واهم حاجه يكون الدقيق نخليه. تمام، اول حاجه هشغل الخلاط بتاعي وارجع لكم. اول حاجه هنا هحط الـ5 بيضات. لو البيضه عندك كبيره يبقى 4 كفايه، ما تكتريش. وكوبايه ونص من السكر، هخليهم طعمهم بيبقوا زي الكريمي، لونهم يتغير. الخل هنا هيرفع معايا الكيك. تمام، هنزل عليهم بالفانيليا. خلاص هضربهم بتاع 20 ثانية كده لغايه لما لونهم يبقوا البيت لونه يفتح معايا. واحدة واحدة وهو شغال، مش لازم. خلاص كده هنزل عليه بكوباية اللبن الدافية. كده خلاص بعد ما اتضرب هنزل عليه بالبيض هنا في البولة. تمام، بس كده خلاص حطيت الخليط بتاعي السائل كله هنا. هاجي هنا بمكونات المكونات الجافة بتاعتي، كوبايتين من الدقيق ورشة من الملح، عليهم كوباية صغيرة من النشا، شغله كله كده. وعليه البيكنج بودر بتاعي، هي معلقة كبيرة بيكنج بودر يعني كيس. بس اخلطهم كويس وبعد كده ارجع احطهم تاني حبة حبة عشان ما يكلكعش معايا. خلاص ثواني هرجع لكم. خلاص هنزل حبه حبه بالزيت بتاعي، بالنشا، بذره الملح، بمعلقه كبيره بيكنج باودر. الكيك هنا مش عايز تقليبي فيه كتير. تمام، واحده واحده كده
وهمشي كده واحدة واحدة عشان مخرجش الهوا اللي انا عملته من الضرب البيض والحاجة كده بالراحة. تمام كده خلاص. اهي واحدة واحدة معايا هتتقلب اهي واحدة تقليبة كده خفيفة. النشا هنا عندي هيدي بياض للكيكة. تمام ويفضل الكيكة عشان ما تبقاش غامقة منك لازم يكون السكر الابيض الحبيبات. بلاش السكر الخشن مبيبقاش حلو في الكيكة. انا مشغلة الفرن وانا بشتغل يسخن شوية لحد ما اخلص. كده خلاص خلصت. هجيب القوالب بتاعتي وارجع لكم. احنا هنا مش هنخبزها في صينية الكب كيك ولا في صينية عادية. عايز تخبزيها في صينية عادية تمام مفيش اي مشكلة. بس انا عندي النهاردة القوالب الجميلة الظريفة بتاعتي ديت هعمل فيها. تمام وعندي ورق الزبدة. عايز تحطي من غير ورق الزبدة على طول حطي براحتك. خلص الكميه بتاعتي وارجع لكم. كده خلاص عملت كل الكميه اللي عندي. لو فضل تاني هعمل تاني. تمام اهي مش هعملها قوي هعملها تلات ارباع. بسم الله هسيب منها بس 2 سنتي. اهي بس كده. هخلص الكمية وارجع لكم. خلاص خلصت الكمية بتاعتي كلها. في قوالب مش حاطة فيها ورق زبدة عادي ما تحطيش فيها ورق زبدة ولا تدهنيها اي حاجة هتطلع معاكي مظبوطة كويس. هجيب صينية عادية واحطها في الفرن على درجة حرارة متوسطة. تمام وارجع لكم. وادي الكيك بتاعي بعد ما طلع من الفرن. الكيك المخابز. ما تنسوش بالاشتراك واللايك عشان يوصل لكم مني كل جديد. باي. Audio Jungle.